مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، حتى نفهم يعني ما يحدث الآن. دكتور حامد، يعني شهدنا مشروع القرار العربي بشأن غزة والتصويت عليه الذي لم يعتمد، ومن ناحية أخرى اعتمد مشروع قرار آخر بحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. هل يؤثر ذلك على ما يتعرض له سكان قطاع غزة بشكل أو بآخر، بما أن ينطبق عليهم فكرة حماية المدنيين؟ أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا يعني رغم أن القرار من المهم جدا أن يتم تنفيذه على واقع الأرض، إلا أن هناك الكثير من القرارات التي خرجت من الجمعية العامة للأمم المتحدة وحتى من مجلس الأمن ولم تلتزم بها إسرائيل، وبالتالي الأمور بشكل عام تتجه إلى التصعيد. الأمور يعني مؤثرة في المشهد بشكل عام، نرى أن إسرائيل الآن بتتجه إلى استمرار العملية البرية والعمل على تنفيذ مخططها بشكل واضح لتنفيذ إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. المجتمع الدولي عليه أن يتحرك أكثر من ذلك بكثير على الرغم من هذا القرار، إلا أن الواقع سيؤدي بما لا يدع مجال للشك إلى استمرار إسرائيل في سياستها الواضحة، وبالتالي أرى أن مثل هذه القرارات رغم من أهميتها إلا أن تنفيذها على واقع الأرض يصبح لا محل له من الإعراب. لابد أن تتحرك الإدارة الأمريكية للضغط على حكومة نتنياهو، لابد أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل كبير لكي يكون هناك بالفعل وقت لإطلاق النار وعدم استهداف المدنيين، لأن الأمور بهذا الشكل وبهذه الطريقة ستؤدي إلى ما لا يحمد عقبه. نعم، لكن يعني اللهجة واضحة داخل أروقة مجلس أمن الأمن دكتور حامد فيما يتعلق بكيف يتعامل المندوبون العرب مع ما يحدث من غزة من انتهاكات إنسانية، وما يطرحه الغرب من أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بالنظر إلى الاختلاف الكلي فيما بين وجهتي النظر وفيما بين اللهجتين. سكان القطاع يقبعون الآن تحت حصار كامل ويتعرضون لكارثة إنسانية بكل المقاييس، ما المخرج الآن؟ أتفق مع حضرتك جدا، هناك جهود عربية كبيرة، بيان عربي بالأمس من 9 دول عربية الدول الخليجية بالإضافة إلى مصر والأردن والمغرب، واليوم قرار عربي يقدم للعمل على عدم استهداف المدنيين، ولكن هناك فجوة كبيرة جدا في نظرة المجتمع الغربي للأحداث في غزة وإعطاء إسرائيل شيك على بياض وضوء أخضر للاستمرار في استهداف المدنيين، استهداف المستشفيات، استهداف المنازل، يعني جريمة أو جرائم حرب كبيرة وجرائم إبادة جماعية وعقاب جماعي، وهو ما حذرت منه مرارا وتكرارا الدولة المصرية التي تسعى بكل قواتها من خلال رؤيتها الاستراتيجيه للعمل على وقف العدوان على قطاع غزه والعوده مره اخرى الى مسار المفاوضات. ولكن النظره الغربيه تعطي الحق لاسرائيل فقط، ترى بعين واحده وهي عين الاعور الذي لا يرى الا الحق الاسرائيلي على حساب الدم الفلسطيني، وفي اطار ان حكومه نتنياهو تعلم علم اليقين انها ان توقفت الان وحالا وانا في عدم استهداف المدنيين ووقف الحرب، معنى ذلك أنها قد خرجت من المشهد بشكل عام، وبالتالي هي بتتبع سياسة الهروب إلى الأمام من خلال تنفيذ مخططها بشكل كبير لارتفاع الأوضاع في غزة، العمل على الضغط على قطاع غزة فيما يخص الأسرى تحديدا، لأني أصبح هناك ضغوط في الداخل الإسرائيلي الآن وهذا الملف بتزيد أهميته يوم بعد يوم، وبالتالي تضغط إسرائيل وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة وعلى حركة حماس للعمل على الموافقة على إطلاق السراح الأسرى مقابل وقف العمليات العسكرية داخل القطاع. دكتور حامد، الدعوة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لهدنة إنسانية في قطاع غزة، ذكرت أنه سبق أن صدرت مشاريع قرارات ولم تنفذ مع الأسف، لكن هذه المرة ربما الهدنة الإنسانية هي ضرورة يراها العالم أجمع بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع، خاصة مع انقطاع الاتصالات الآن. هل تستجيب إسرائيل في رأيك، خاصة بعد أن استمرت في التصعيد في مواجهة لرد الصفعة التي وجهت إليها في تاريخ 7 من أكتوبر؟
لن تتوقف إسرائيل بأي حال من الأحوال إلا إذا كان هناك قرار من الإدارة الأمريكية بوقف الحرب، لأن بهذا الشكل وبهذه الطريقة بالأمس كان في اجتماع لمجلس الأمن وصدر فيتو أمريكي لكي لا يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار. وأيضا كان هناك مشاريع قرارات من قبل روسيا والصين للعمل على وقف إطلاق النار اعترضت عليهم الولايات المتحدة. وبالتالي أرى أن هذه الأزمة كانت كاشفة للمجتمع الدولي، وليس فقط هذه الأزمة ولكن كل الأزمات في العالم أصبحت كاشفة لوجود حالة من الانقسام الحاد في المشهد الدولي بين القوى الكبرى. وأصبحت هذه المنظمات ليست فقط للعمل على حل المشاكل ولكنها أصبحت عبء كبير وثقيل على الأزمة. ما يمر به قطاع غزة الآن من إبادة جماعية ممنهجة وقطع الاتصالات وقطع الإنارة واستهداف المستشفيات وعدم وجود غذاء، يعني جرائم يدين لها الجبين، ولابد أن يتحلى المجتمع الدولي بمسؤولياته ويتم إحياء الضمير بشكل كبير لكي يتم رفع المعاناة عن قطاع غزة. وهذا لن يحدث إلا إذا كان هناك ضوء أخضر أمريكي وضغط حقيقي على إسرائيل لكي تتوقف عن هذا العدوان. غير ذلك فإننا ندور في حلقة مفرغة أكثر من جلسة لمجلس الأمن لم يتم التوافق. الآن قرار من الجماعة العامة للأمم المتحدة ولن يكون هناك بالفعل واقع جديد يتم تحقيقه على واقع الأرض. متى تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر في رأيك في ظل صمتها حتى الآن عما ترتكب إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل؟ يعني أنا أرى أن المجتمع الدولي هو من تسبب في هذه الأزمة الكبيرة واللي بتتسع هواتها يوم بعد يوم، لأنه إذا كان قد استجاب للسردية المصرية والرؤية المصرية الواضحة من ضرورة أن يكون هناك حل عادل وشامل للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وتنفيذ مبدأ حل الدولتين ما كنا قد وصلنا إليه الآن. ولكن المجتمع الدولي الآن بينظر بشكل واقعي وبالأخص في القوى الغربية والإدارة الأمريكية بيختزلوا القضية الفلسطينية في يوم 7 أكتوبر فقط. طب قبل ذلك كانت حكومة نتنياهو بتتحرك وبكل قوتها إلى تصفية القضية الفلسطينية من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، هدم المنازل، سياسة الاغتيالات، اقتطاع أموال من أموال السلطة الفلسطينية، اقتحامات متكررة من بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى، محاولة التغيير الزماني والمكاني، كلها خطوات لا ينظر إليها المجتمع الدولي. وبالتالي عليه أن يدرك أن استمرار هذه الأوضاع بهذا الشكل سيسبب حالة احتقان إنسانية كارثية لن تنتهي وسيمتد أثرها إلى أعوام وأعوام، لأن هذه الأحداث وبهذا الشك في ظل صمت المجتمع الدولي يؤدي بما لا يدع مجال للشك إلى زيادة خطاب الكراهية إلى أن العنف سيقابله العنف. نعم. وهو ما لا نريده. وبالتالي أرى أن الأمور بشكل عام لابد أن يكون هناك إدراك حقيقي لخطورة ما نعيشه الآن من هذه اللحظات الحاسمة. أشكرك دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف.